وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج أكسجين. هالبرنامج اللي بيقوم بنقل حياة ونشاطات الأشخاص ذوي الإعاقة، بتحاور معهم وبتشارك معهم، بنقل خبراتهم وإنجازاتهم. اليوم حلقتنا مليئة بالتقارير الشيقة، خلينا نشوف مع بعض. الأستاذ عمر معلم وطالب متميز، رغم إعاقته البصرية أصر إنه يكون نموذج يحتذى به لطلابه. أكمل دراسته الأكاديمية وأخذ درجة الماجستير. خلينا نتعرف على عمر أكثر بهالتقرير. عمر شاكر عربيات اسمي. أنا طبعا بكالوريوس لغة إنجليزية وبدرس الآن ماجستير في الجامعة الأردنية. أنا متزوج وعندي ولد وبنت عبد الرحمن وعارين. أنا طبعا مدرس لغة إنجليزية، بلشت مهنتي ب 2006 بعد تخرجي، وطبعا بدأت عملي كمدرس إنجليزي في مدرسة المكفوفين المختلطة الثانوية في عبدون. النشاطات اللامنهجية اللي بعملها أفرزت عندي علاقات مودة بيني وبين طلابي، وخاصة لما أكون بدرسهم أنا وبرضه بدربهم على هاي النشاطات، بصير المودة هاي لبناتنا تخلق حافز عندهم إنهم يبدعوا في المادة اللي أنا بعطيهم إياها. وهذا لمسته أنا من سنوات، إنه يكون الطالب إلى حد ما متوسط مستوى في مادة الإنجليزي اللي أنا بدرس إياها. طبعاً تعرفوا أنتم كيف الإنجليزي عند معظم الطلاب، لكن بعد هاي النشاطات وبعد يصير في خلينا نقول كيف انتاتش، يصير في خلينا نحكي كونتاكت بيني وبين الطالب أو اتصال بيني وبين الطالب، اتصال برا الحصة، بصير في العملية هاي إنه بحب إنه يتطور في هاي المادة تبعتي، فبلاقي إنه الموضوع صار إيجابي برا الصف وجوا الصف. الشيء الأكثر مناسبة شفته إنه نشاطين المنهجيين كثير مناسبين أو كثير ناجعين بالنسبة للطالب بيطور شخصيته، شغلتين اللي هم عمل الحملات الهادفة لشيء معين، الشغلة الثانية اللي هي الدراما أو هي المسرح. حضر الشغلتين لقيتهم كثير بقوة شخصيته وداخل إطار خلينا نحكي الالتزام اللي أنا معتقده ماشي فيه. أنا بحب أحكي لأستاذ عمر شكراً لأنه كان يعمل لنا أستاذ عمر أنشطة بالسكن، وهو خلاني أشارك بهاي المسرحية لأن أنا كنت حابة أشارك فيها من قبل. بحكي له أنا بشكره كتير كتير كتير، وأنا كمان بحب إني أحكي له أنت كتير ساعدتنا، وأنا بوجه لك شكر لا يوصف لأنه أنت أستاذنا وعلمتنا. بالنسبة لأكاديمية المكفوفين أنشئت في 19 عام 2011، تم افتتاحها من قبل جلالة الملك، وهي كانت عبارة عن مبادرة من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني خلال زيارته للمبنى القديم اللي هي مدرسة عبد الله بن أم مكتوم في ماركة عام 2007.
والمرحلة العمرية اللي عندنا موجودة حاليا هي من 6 سنوات لغاية 18 سنة. موجود المدرسة فيها من الصف الأول لصف التوجيهي تقريبا 35 شعبة صفية. المتوسط عندنا الشعبة تقريبا 8-9 طلاب. هناك مجموعة من الأقسام اللي موجودة في الأكاديمية، هذه الأقسام كلها موجودة لخدمة الطلاب. عندنا من قسم زي قسم ضعاف البصر اللي بيعنا بالطلاب اللي عندهم بقايا بصرية، قسم التدريب الحسي اللي بيشتغل على الحواس الأخرى، وقسم العلاج الوظيفي، وعندنا قسم وحدة طباعة بريل، حيث يتم تحويل منهاج وزارة التربية بطريقة المبصرين إلى طريقة بريل داخل الأكاديمية، وعندنا قسم السكن الداخلي لأبناء المحافظات من خارج عمان، بالإضافة إلى أنه وجود عندنا قسم الحركة. يعني إحنا طلابنا مجانا ننقلهم ذهابا وإيابا يوميا من وإلى من الأكاديمية إلى البيت. المكفوفين لما من صوت الإنسان بشكل عام منكون صورة ذهنية عنه وعن شكله، ولتستغربيش انه مرات تكون قريب كثير الواقع. يعني ممكن من صوته نعرف انه مثلا طويل قصير ناصح ضعيف وهكذا، اما يمكن حلو ولا بشع يمكن لا صعب شوي. الآن لما يكون الطرفين نفس الحالة بده يكون التعامل معهم أو خلينا نقول تعاملهم مع بعض كثير طبيعي، نفس تعامل الاثنين من غير ذوي الإعاقة مع بعضهم. ليش؟ لأنهم نفس المستوى، نفس الموضوع فقدان البصر. لكن هون بجوز المشكلة اللي بتواجهنا لما نتعامل إنه إحنا كمثلا معلم كفيف مع طالب مبصر، ممكن يكون خلينا نحكي زي ما بحكوها اللي هي الاي كونتاكت، اللي هي لغه العيون ما بين الطالب والمعلم. ممكن كثير فمنها الطالب اشياء كثير، ممكن ينضبط سلوكه في النواحي معينه. هاي الشغله احنا مش عندنا، نستعيض عنها باشياء اخرى مختلفه. صراحة كنت في دورة تطوير أو تنمية التنمية البشرية، فالمدرس حكالنا أو المحاضر حكالنا شو هدفك الرئيسي الأسمى اللي أنت عايش عشانه. والله أنا كان يعني كتبت حتى على تليفوني، كنت بكتب يعني هو دكتور بحكي، فحكيت إنه الدعوة لله عز وجل بلغات مختلفة، أو خلينا نحكي على الأقل بلغة أنا بعرفها. فحكان الهدف الأسمى اللي انتم حكيتوا عنه هذا، حطوا أشياء تساعد هذا الهدف مشان يصير تحقيق هذا الهدف بشكل سليم. وضعت دكتوراه وضعت ماجستير وضعت يعني أهداف كبيرة، وصغرت صغرت 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 حتى وصلت أنه أقول بعد بكرة رايح أسجل، فرح سجلت على الأساس. وعن الرسالة اللي بوجهها للمكفوفين انه خلينا نحكي على اقل التعديل الان بطل في اشي مستحيل، كل شيء ممكن الا طبعا قيادة السيارة او الطيارة. بوجه المجتمع المحلي شغلة انه لازم يدعموا الكفيف الدعم الايجابي، بحيث انه يعرفوا قاعدة اساسية انه ممكن يعمل اشياء كثير، مش بس مجرد انه يحكي كلمتين خلص هو يعمل الاشي التوب. لا، الكفيف ممكن يعمل كفيف اي اشي كثير كبير، وممكن يبدع
وإذا كان في عندنا كفيف في بيتنا أو حوالينا مش مبدع، لا لازم نحفزه ونقول له لازم إنك تبدع، لأنه أنت عندك طاقات كبيرة وهي إعاقة مش ممكن إن تخليك خلينا نحكي بعيد عن الـ عن الـ عن الـ التفكير الإيجابي البناء. ما زالت مستمرة وفيها الكثير والممتع. تواصلوا معنا عبر عناوين البرنامج، فاصل وراجعين. مهما يكون أنا إنسان وحبي للحياة فطرة، قولي لا أنا مخلوق، أيوة حكون سبب فكرة. ولو عدت علي سنين والقلب مكسور أو حزين، طول ما الهوى شيرين فتاة كفيفة بمساندة أهلها قدرت تتجاوز إعاقتها. مراسلنا مصطفى كمال زار بيتها وتعرف على عائلتها وحياتها. خلينا نشوف هالتقرير مع بعض. اهلا بكم مشاهدينا في برنامج اكسجين. فقرتنا النهارده الحقيقه فقره مختلفه، بتشرفنا فيها ضيفه عزيزه احنا مستضافين في بيتها وبنشكرها جدا على الاستضافه. معانا شيرين. اهلا وسهلا يا شيرين. اهلا بك يا دكتور مصطفى. شيرين خلي مشاهدينا يتعرفوا عليكي، كلمينا عن دراستك عن الجامعه، يعني قولي لنا كده شيرين تحبي تقولي ايه عنك؟ هو انا احب اقول ان انا اسمي شيرين وانا كنت يعني بشوف عادي، بعدين حصل لي كف بصر. انا مخلصه ألسن انجلش جامعه عين شمس. ما شاء الله. كنت مدرسه ايه شيرين؟ كنت مدرسه النور في الجيزه. هي دي للمكفوفين. وبعد ما خلصت قررت اعمل البري ماسترز التمهيدي. ما شاء الله. تمهيدي ماجستير. وبشتغل مترجمة. ما شاء الله. اشتغلت قبلها كذا حاجة. شيرين ممكن تقولي لنا يعني كل واحد مننا الإعاقة بتمثل له شيء، يعني شيء مهم جدا في حياته، حاجة ممكن تقولي لنا ازاي حصلت الإعاقة؟ ازاي حصلت لك فكرة الإعاقة؟ هل انت مولودة كده؟ لا، وانا كنت مولودة طبيعي، وبعدين في سن 12 سنة يعني جالي روماتويد، جوفينال روماتويد أرثرايتس. هو ده مرض بيكون غشاء كثيف على العين، بيخلي بيمنع الرؤيه انها تنفذ يعني من خلاله. وده جالي كنت عندي كام سنه؟ 12. اوكي. وبعدين دخلت مدرسه مكفوفين. ايه اصعب المواقف اللي انت ممكن تكوني مريتي بيها في يعني في اللحظه اللي في النص دي، في لحظه الانتقال زي ما انت قلتي من شويه؟ هو أصعب المواقف إن يعني الواحد بينتقل، أنا مش متعودة على برايل. دي الطريقة اللي بنكتب بيها كمكفوفين. أنا مش متعودة على دي خالص. طبعا كانت بالنسبة لي صعبة جدا. كنت بضطر أحاول أقلد الرسومات بعناية. متعودة إني أشوف الكلام قدامي، كنت ببص على الصفحة ببقى عارفاها خلاص، الصفحة دي يعني مذاكراها. كمان كانت التعامل مع المدرسين نفسه، يمكن المدرسين متجاهليننا قوي، يمكن كمان المجتمع متجاهلنا برضه. خصوصا انك كنت في مدرسة خاصة فيعني في فرق كبير. الحقيقة مفيش
أي اختلاف من قبل الإعاقة لبعد الإعاقة. أنا محاولتش أبداً أزود حناني على شيرين لأني خفت أني لو عملت كده ممكن جداً يبدأ يغير في شخصيتها، ممكن جداً يبدأ يخليها تضعف شخصيتها مش تقوى، وبالتالي حاولت بقدر المستطاع أن أنا أحسس أنها إنسانة عادية مش محتاجة أبداً أن أنا يعني أزود حناني عليها ولا أن أنا أساعدها عن ما كنت بساعدها، بالعكس. ودي مهارة الحقيقة من حضرتك كبيرة، لأنه أنا يعني بشوف كتير من الأسر بيبقى ليها دور يا إما إيجابي في حياة الشخص اللي عنده إعاقة وبتنميه وبترفع من قدراته، أو بيكون سلبي وبيخلوه في البيت ولا ما يعملش نشاط معين عشان عنده إعاقة أو كذا. يعني إزاي حضرتك بتشوفي دور الأسرة في حياة الطفل اللي عنده إعاقة، خصوصا اللي يعني أصيب بالإعاقة حديثا؟ يعني في الحقيقة احنا حاولنا نساعدها برضو، بس ده مش بطريقة مباشرة، لأن أي مساعدة بطريقة مباشرة هتأثر على شخصيتها وتخليها تبقى أضعف من الأول، وأنا مش عايزة كده أبدا. صحيح. لأن أنا مش هفضل طول عمري معاها، أنا هسيبها في وقت من الأوقات، فإما أني أنا أسيبها قوية تواجه الحياة، وإما أن أنا أضعفها، وبالتالي أول ما أمشي وأسيبها هتبقى الوضع صعب عليها. يا جماعة مش مهم انتوا عندكوا ايه، مش مهم انتوا ايه الظروف الصعبة اللي بتواجهكوا في حياتكوا، المهم انتوا مؤمنين بنفسكوا قد ايه عشان تقدروا تفرضوا نفسكوا على الظروف دي. انتوا اللي تقدروا تقنعوا وتغيروا فكرة اللي قدامكوا عنكم، مش حد تاني. بس بقول لكل شخص ما تستقلش بنفسك، ولو شايف ان انت في حاجة انت ما قدرتش تحققها دور الغلطة فين، دور العيب فيك فين، يمكن انت منزل امكانياتك وقدراتك قوي مش بتحاول تنميها. صحيح. صحيح. عبد العزيز مبارك من المملكة العربية السعودية، رغم اصابته بمتلازمة داون لم يحبس نفسه بغرفته، بل انطلق للحياة والتعايش مع ظروفه. لنعرف أكثر عن عبد العزيز خلينا نشوف التقرير مع بعض. عبد العزيز يعتبر من الأطفال الداون سيندروم، هو ترتيبه الرابع في العائلة عندنا، عمره تقريبا 17 سنة. داون سيندروم يعتبر يعني طفل زي أي طفل آخر، ولكن يبغى لهم تعامل خاص. يعني أطفال ما يجوا بالشدة أو بالضرب أو بالعنف، أطفال يبغى لهم تعامل خاص، تحاول محاولة عن أسلوب الإقناع، أسلوب الحوار معهم، تعامل زي أي تعامل مع أي طفل آخر. يعني تعرف الداون سيندروم تقريبا كلهم شكل واحد، يشبهوا بعض يعني. فطبعا احنا استغربنا يعني من الاول من الشكل يعني، لكن بدينا نقرا، بدينا نطلع. طبعا الدكتور شرح لنا عن الداون سيندروم بفكره عامه كده، وبدينا احنا يعني في البيت نحاول نطلع في الكتب، نسال دكاتره وكيف نقدر نتعامل مع الأطفال هذولا يعني. وزي ما قلت لك يعني في النهاية برضو تعامل طبيعي زي أي طفل تاني يعني. حمد أخوي عمره تقريبا 24-25 سنة، بس هو عنده شلل تقريبا كامل، إعاقة كاملة من الولادة، كان في تعسر في الولادة، الحالة كانت أنه تلف الحبل السري على رقبته، فنقص في الأكسجين في خلايا المخ، فأنتج أنه محمد طلع بهذه الحالة يعني، والحمد لله رب العالمين يعني. الصعوبات اللي تواجهنا برا البيت يعني، مثلا لو رحنا السوق ولا رحنا مطعم ولا رحنا أي مكان بابليك يعني،
ما نقدر مثلا العربيه ما لها مكان نخش ما لها سلايد تطلع العربيه. بالنسبه لنظره المجتمع الان الحمد لله اختلفت تماما عن زمان. زمان كانت نظره يعني كايش يعني كنظره غريبه، النظره تطل يعني الناس تطل فيك انه ايش الشيء الغريب اللي معك هذا. طبعا بالنسبه للمرافق والاشياء هذه يعني لما الان عندنا نقص فيها، يعني نقص للاسف يعني الواحد ما يحس فيها الا يكون اللي عنده معاق، يعني بالذات محمد، يعني عبد العزيز اخويا اقدر اخرجه اي مكان، اقدر امشي اي مكان لانه بيمشي بيروح اقدر اشيله، لكن محمد اخويا للاسف يعني انا اوقات يطل فيه انه مثلا خرجني انا ما اقدر اخرجه عشان هو لا يزعل لانه يفهم. محمد ما يقدر يتكلم ما يقدر يمشي لكن ما شاء الله تبارك الله يفهم، واحنا نفهم يعني نتكلم مع بعض نفهم لبعض. ثقافة مجتمعنا ضعيفة جدا عن في التعامل مع الداون سيندروم ومع الأطفال المعاقين. أنا أتمنى إنه تكون في مراكز حكومية من الدولة للأطفال الداون سيندروم هذولا والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. بالإضافة أنا أتمنى إنه يكون مجتمعنا مطلع عن حالة ويقرأ عن حالة الأطفال هذولا عشان يقدر يتعامل معاهم طبيعي زي أي طفل تاني. نادي المعاقين في الكويت هو صرح رياضي وتربوي بيساهم بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية. برنامج أكسجين التقى بأمين سر النادي وكان لنا بالحوار التالي. نلتقي الآن مع أمين سر نادي المعاقين الكويتي الأخ عبد الله العازمي لنستقطب معه أطراف الحديث عن النادي. مساك الله بالخير طال عمرك. مساك الله بالخير ويا هلا ويا مرحبا فيكم. في البداية أخ عبد الله أنا ودي أسألك مجموعة من الأسئلة، لو نبدأ فيها مثلا السؤال كيف ترى تفاعل ذوي الاحتياجات الخاصة مع النادي؟ الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخوي بالنسبة للتفاعل الحمد لله النادي مهيئ جميع سبل الراحة للأعضاء النادي وجميع الأنشطة، وحاب نستقطب أي أحد عنده هواية رياضية وفي الثقافية برامج هو نادي ثقافي رياضي، فنستقطب الحمد لله نحب نستقطب جميع أي ذو الفئة من الاحتياجات الخاصة، فهذا النادي مفتوح لهم وليستقطب مواهبهم ونرحب فيهم في أي وقت إن شاء الله. طيب أستاذ عبد الله لو سألتك عن أهم إنجازات نادي المعاقين تقدر تذكر لي إياها؟ بالنسبة لأهم الإنجازات الحمد لله في بالنسبة للإنجازات الأخيرة إحنا الآن الكويت بطل السلة الكراسي المتحركة لبطولة دول مجلس التعاون الخليجي المرة السادسة، وامتلاك لله الحمد الكأس للمرة الثانية، الكأس الثانية امتلكناه بالكويت، وآخر إنجاز اللي أتتنا الحمد لله قبل يومين اللي هي بطولة الدوحة دولية للألعاب القوى، حصلنا على المركز الأول، حصلنا على أكثر من 37 ميدالية ما بين ذهب وبرونز وفضية وفي بطولة الدوحة للألعاب القوى. نلتقي الآن بأحد من أبطال نادي المعاقين الكويتي وهو الأخ حسن بومجداد.
أرحب فيك وحياك الله. يعطيكم العافية، وإحنا سعيدين اليوم بزيارتكم لنا في النادي. أخ حسن، بداية لو سألتك قلت لك عن إعاقتك، هل هي كانت من الولادة أو سبب حادث أو شيء آخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة حق إعاقتي أنا يمكن لا، ما كانت من الولادة ولا كانت حادث، سبحان الله. أنا عندي ضمور عضلات، يعني بالطفولة لغاية سن 20 ما يكون واضح معي الإعاقة، بعد سن 20 تبدأ الإعاقة تزيد معي شوي، فلا هي حادث ولا هي من الطفولة، بس الحمد لله على كل حال قدرنا نتغلب عليها ونحقق إنجازات تليق بالبلد الكويت. راشد المطيري من دولة الكويت، وشكرا لبرنامج أكسجين. اسمي ضاري طلال العازمي من الكويت، وأشكر برنامج الأكسجين. لهون بتكون انتهت حلقتنا لليوم، نلقاكم بالأسبوع القادم بتقارير منوعة، أبطالها من عالمنا همشهم المجتمع وبرنامج أكسجين سلط الضوء عليهم. إلى اللقاء.